أيضا من القواعد المهمة أن التغيير هذا لما نقول مؤلم فأنت سوف تشعر بالألم وسوف تشعر بالوحشة. زين، يقولون القمة لربما تكون مشوقة وممتعة ورائعة عندما تفكر في الوصول إليها، ولكنك عندما تصل إليها سوف تشعر بالوحشة وسوف تدفع ثمن هذه الوحشة ضريبة كبيرة جدا. بتشوف الدنيا كلها مبسوطة، تابع مسلسلات، تسافر، تروح، تاكل وتشرب وتتنعم وانت قاعد في الكتاب وتقرأ. مؤلم جدا. انا لما يقول لي واحد مثلا حفظ الكتاب الله او الذين حفظوا ان المسابقة اليوم، زين، هذا قبل ما يكون اليوم، قبلها بشهر ما كانوا حافظين الذي سوف يعطون عليه المكافأة، لكن في شهر كامل هم جلسوا نصف ساعة يوميا، يعني 15 ساعة خلال شهر، زين، وهم على كتاب الله تعالى. حابس نفس الولد، الولد الثاني قاعد يلعب كورة ولا يتابع مباراة ولا يتابع صورة المتحركة، لكن هذا اللي قاعدين، صح؟ أيضا التغيير مؤلم، ما هو التغيير هذا مش مريح أبدا، لكن نتائجه مريحة لما تصل إليه، بتقول ياه فعلا كذا. لو قلنا أنا واقعي هنا في موضوع حفظ القرآن وأريد أن أنتقل هنا، أنت إيش تحفظ اليوم؟ والله أنا أحفظ جزء عامة. ممتاز، إيش رأيك تحفظ جزء تبارك؟ قال وايد طويل. قلت له لا مو طويل، أنت ابدأ بس. قال كيف أبدأ؟ احفظ كل يوم آية. عدد آيات القرآن 6236 آية، 6236 آية. لو تحفظ كل يوم آية تحتاج إلى 6236 يوم، يعني 17 سنة. زين، احفظ آيتين كم تحتاج؟ 8 سنوات ونص. احفظ كل يوم صفحة تحتاج إلى 603 أيام. سهل ولا لا؟ أنا عندي الولد قال أبوي أحس واي صعوبة عندي في الحفظ. قلت له تعال ونسمع لك الأصعب آية. إيش هي؟ قال عما يتساءلون. قلت له تعال كل يوم في رمضان، من زمان فترة قبل ما يجي رمضان، قلت له رمضان يعيني بعد 3 أسابيع، كل يوم تسمع لي آية واحدة. فقال لي زين. إيه أول رمضان قلنا لي يلا. قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قلت له لا يا الحبيب، احنا ما نريد الايتين ثنتين، نحن بآية واحدة. ايش هي؟ عما يتساءلون. قال كذي؟ قلت له ايوه. قال يلا عما يتساءلون. قلت له خلص الدرس روح. يا يوم الثاني قال عن النبأ العظيم. قلت له شاطر. قال يوم الثاني قال الذي هم فيه مختلفون. قلت له شاطر. قال ابوي صدق هذا الدرس يخلص قبل ما يبدأ، هذا الدرس يخلص قبل ما يبدأ. حفظ 30 آية، زين، في ذلك الشهر. حفظته سورة الكهف في 5 سنوات، لكن هو بالنهاية حافظ، صح؟ ما كل الناس سريعين. أنا أعرف واحد حافظ لكتاب الله كامل، عنده تغيير، خطة التغيير، هذا يعني شاهد حقيقي، كان هنا يحفظ من كتاب الله 3 أجزاء، أصبح اليوم هو هنا يحفظ كتاب الله كاملا. أيام ما كنا في السادس ابتدائي عندنا واحد، وهذا بطيء في الحفظ، واحنا نقول له عليه يعني انت ملك في الحفظ، واحنا يعني صواريخ في الحفظ، احنا كنا نحفظ بسرعه، اما هذا مسكين يعني يطبق في الايه ويطول فيها. شفته قبل سنه وقلت له كيف ابو فلان؟ ايش الاخبار؟ وين؟ ما حد شافك من زمان، وكيف ايام قبل؟ يا اخي تذكر لما كنا احنا يوم الفلاني وايام قبل ندرس في مسجد كذا، زين، وبعدين كنت انت ضعيف في الحفظ واحنا كنا نضحك عليه. قال ايوه صح، كنت تضحكوا علي، بس الحين انا بضحك عليكم. قلنا له ايش يخليك تضحك عليه؟ قال انا الحين احفظ كتاب الله كاملا، انت ما تحفظ شيء غير اللي حفظته هذيك الايام ونسيت انت بعد. ها؟ قلت له وايش الموضوع؟ قال شوف انا من خلصت الجامعه في 90 انا كنت حافظ 3 أجزاء، كل يوم سويت خطه، مشروع عمل، مشروع عمل، تذكروا؟ اللي انا قلت لكم مشروع عمل ايش؟ اني انا احفظ كل رمضان جزء 20 صفحه. في 28 رمضان خلص، في 27 رمضان بداها من 1990 خلص الحفظ في 2017 27 جزء، وحافظ هو 3 قبل، يسموه سلو بتشور. هو حافظ ولا ما حافظ؟ طبعا شيطان ممكن يقيله يلعب براسه، يقول بتلع عليك وانت قاعد عمر كله تحفظ. اذا لما نقول هنا يظهر مصطلح جديد، يقول انت هنا تريد ان تنتقل هنا، كيف تنتقل؟ ما خلصت عملية التغيير، لسه في مصطلح آخر وهو المقاومة. بيجيك الشيطان بيقولك بالله عليك أنت كل يوم بدك قاعد تحفظ، أما إن ما عندك سالفة صراحة، وبعدين تحافظ 8 أجزاء أحسن من جيرانك،
زين واحسن من اخوانك، حتى ابوك ما حافظ يعني. انت بطلع ايش شيخ تروح حفظ شوي شوي ابوي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الشيطان، ترى الشيطان يعظ. يوم الثاني انت ما بتسمع كلامه، يوم الثاني بينسيك، بيجيب بيخليك تخلي التليفون في جيبك، مع انك طول عمرك متعود تخلي التليفون في البيت لما تيجي تحفظ المسجد، زين؟ لا بينسيك التليفون، التليفون بيكون عندك بجيبك، بترد عليك الوالده، يا يمه تعال وديني المستشفى تعبانه، بتترك الحفظ بتروح. زوجتك بتتصل فيك، تعال الولد اليوم ما مروا عليه من المدرسه ماشي باص، تعال روح رجع ولدك. خلي التليفون في البيت. مش كذا؟ وبعدين يقول لك انت تحفظ خمسه وتريح خمسه. هذه عاد مره الخطه الثالثه مال الشيطان في المقاومه، وبعدين بيقول لك انت شوف احفظ جزء وريح خمسه شهور، وبعدين احفظ جزء وريح خمسه شهور، كذي احسن. عاد هو بيعطيك مقترحات وبيعطيك اراء وطرق. طبعا كلها مدمره هذه، صح؟ لا تسمع له. لا تسمع لهذا الشيطان. اذا هذه المقاومه. ما ينجح الذي هنا يريد ان ينتقل الى هنا ثم يضع الخطه للانتقال ويعرف ما هي المقاومه التي تاتي اليه الا بعدما يضع سياسات واستراتيجيات مقاومه المقاومه. تقول انا اذا رحت احفظ القران في المسجد اكيد حد بييني من الاولاد اذا كان مخلي التليفون في البيت، ابوي تعال مطلوب في البيت غير السلندر. لا، اختار مسجد بعيد عن عيالك. هذه سياسات مقاومه المقاومه. روح صلي في مسجد لتحفظ به، زين؟ بعيد 4 كيلو. تعرفوا سعد الغامدي هذا امام الحرم المدني ما شاء الله عليه، يقول حفظت القران في المساجد والمصليات اللي هي نائيه اللي على الشارع جنب محطه بترول، عشان ما فيها اغراءات ولا فيها نقش ولا احد يطلب منه، خلص الحفظ هناك. اي يسموه استراتيجيات مقاومه المقاومه. سوي برنامج، تقول زوجتك شوفي انت قولي لي المطلوب مني كله، مطلوب كذي وكذي وكذي وكذي، تقول هذا بنسوي كذا وهذا بنسوي ساعه كذا وهذا يوم الفلاني وهذا زي. ممكن اخذ انا بعد صلاه العشاء الى ساعه كامله بعد صلاه العشاء تعتبريني انا مش موجود في حياتك؟ ايوه، الله يطول لي عمرك. لكن ليش؟ تقول عشان هذه الساعه انا اريد اعيش في الدنيا معاكم 23 ساعه، ساعه واحده للقران الكريم. انا اعتبر ان عندي 23 ساعه، هذه مقاومه المقاومه. لكن احنا سايبين الامور ايش؟ القلص يرن علي، جايني ضيف من غير موعد، روح يجيب لنا خبز، غير السلندر، الولد طاح تعول مستشفى، عارفين ما في حد في البيت غيره؟ فيه، انت تفتح الباب، وانت تودي، وانت تجيب، ما عندك شباب في البيت؟ عندك، خليك فوق، انت قائد. فنقول استراتيجيات مقاومة المقاومة.